الرئيس السيسي يستعرض مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. قناة السويس تؤكد انتظام العبور بالمجرى الملاحي بعد النجاح في التعامل باحترافية مع حادث جنوح ناقلة وقود. فريق الأمم المتحدة يصل محطة زابوريجيا النووية رغم القصف وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلي هشام عبد التواب. إليك هشام. شكرا جزيلا لك الدعاء وأهلا بكم مشاهدينا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية لم تألو جهدا من أجل دعم قضايا قارتها منذ أن كانت في طليعة المساندين والداعمين لتطلعات الشعوب الإفريقية الشقيقة من أجل نيل حريتهم واستقلالهم. وفي كلمات خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي 11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية، قال رئيس مجلس النواب إن الدولة المصرية سعت لترسيخ مقاربة تنموية إفريقية تعظم من التكامل الإفريقي المأمول وترسخ الاندماج القاري الكفيل بوضع القارة الإفريقية في مكانتها المستحقة على الساحة الدولية. أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن المجتمع الدولي يعاني أشكالا مختلفة ومتزامنة من التحديات المعقدة والمتشابكة، وهو ما أنتج مواجهة من الصدمات الاقتصادية القاسية على العالم بأسره وعلى القارة الإفريقية. شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تتكاتف الدول الإفريقية وأن تتخذ جملة من التدابير الفورية ووضع الاستراتيجيات طويلة المدى من أجل تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر. وأكد مدبولي أن مصر لديها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء المقبل، معربا عن استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. التقى رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر بنظيره اليوناني والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل من البلدين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فولوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكري بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين،
من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين بعد إتمام دورتهم بالكلية الحربية، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلا ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية. وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية. وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة، وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع. ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل. كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية. العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين، ما تقدرش ان انت تشتغل سياسه فقط بدون ما يكون عندك قوه رده وقوه يعني تجعل العالم ينظر اليك باحترام وتقدير. وبالتالي ده كان يمكن المبدا الاساسي اللي دفع القياده السياسيه بان هي تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج. انا بعتقد ان هو مفيد جدا، ويمكن من سوء حظنا احنا يعني ناس كبار في السن ان احنا لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا، ولكن اعتقد انه هذا الموضوع اعتقد هيكون مفيد جدا للاجيال القادمه وهيفيد الدبلوماسيه المصريه، وهو بيصب في النهايه في الامن القومي المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهوريه مصر العربيه. والله احنا دايما بنقول ان هو الدبلوماسي لابد ان تتوفر فيه بعض المواصفات، اهمها هي الصبر والجلد. واحنا يعني النهارده الدوره دي بقى بتخلق لنا نوع من بعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل، الدبلوماسي الذي يقاتل من أجل مصالح بلده ومن أجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج. احنا قضينا هنا 6 شهور كانوا فترة تعايش فعال مع أشقائنا وأخواتنا في الكلية الحربية، عرفنا فيها أكتر عن مؤسسة القوات المسلحة وإزاي بيتم إعداد الفرد المقاتل، وتعلمنا برضو بعض المهارات الأساسية اللي هي تكون ضرورية في حياتنا الدبلوماسية، زي قوة التحمل، زي التعامل مع المتغيرات، العمل تحت ضغط. على المستوى المعرفي التجربة بشكل عام كانت مفيدة جدا، وساهمت إنها ترفع ثقافتنا وتزود معلوماتنا. على المستوى البدني فالدورة يعني طبعا بفضل طوابير اللياقة اليومية ساهمت إنها ترفع كفاءتنا البدنية،
وكمان على المستوى المهاري. الدورة ساعدتنا ان احنا نكتسب او ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي، زي الانضباط، القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مهارات القيادة، إدارة الوقت. دوت هيكون هيساعدنا جدا، مش لازم فقط في الحياة الدبلوماسية من بعد، ولكن الحياة الشخصية ذات نفسها برضو في الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها، الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا، يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل أي من الأحداث اللي بتحصل حاليا. فبقى دلوقتي في نوع من التاريخ العسكري، في الفكر الاستراتيجي العسكري، كل المواد دي تساعدنا ان احنا نقدر لما نيجي احلل لقضية معينة وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم، يبقى عندي الوجهتين اللي اقدر احلل بيهم واللي انا اقدر اقدم بيهم توصيات لصانع القرار ان احنا نقدر ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل اكمل وجه من خلال ترابط العسكرية والدبلوماسية مع بعض. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ولضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 208 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال السلع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 39 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 154 طن. وفي مجال قضايا الخبز تم ضبط 717 قضية، من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 455 طن أقماح محلية. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير الملاحية عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، ومشيرا في هذا الصدد إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة وتسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها. أوضح رئيس الهيئة أنه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد 5 قاطرات تتقدمهم القاطرة عزة عادل بقوة شد 160 طنا للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتا إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس. ملحمة مصرية خالصة نجح خلالها رجال هيئة قناة السويس في إعادة الملاحة داخل القناة إلى طبيعتها بعد جنوح ناقلة الوقود أفينيتي. الجنوح الذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة شكلت على إثره هيئة قناة السويس مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ومراقب الملاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وعلى الفور تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. الجهود نجحت في تعديل وضع السفينة بشكل شبه كامل، وشيئا فشيئا بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، لتعلن هيئة قناة السويس نجاح عملية تعويم الناقلة التي بلغت حمولتها 64 ألف طن. وأوضحت الهيئة أن سبب جنوح ناقلة الوقود هو عطل فني بالدفة تسبب في فقد القدرة على التوجيه. من جديد، استطاعت قناة السويس ورجالها تحقيق إنجاز في مجال الملاحة البحرية الدولية، وذلك بإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في وقت قياسي بالشريان البحري الأهم في العالم أجمع، قناة السويس.
وفي مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أكد المتحدث باسم هيئة قناة سويس جورج صفوات أن العطل الفني الذي تعرضت له السفينة وارد الحدوث في أي سفينة أثناء عبورها لأي ممر ملاحي في العالم. تحديدا في الساعة تقريبا 7:15 مساء في إحدى السفن العابرة لقناة سويس، هي ناقلة بترول قادمة من البرتغال متجهة إلى ميناء ينبع السعودي. ترتيب السفينة في قافلة الشمال كان رقم 28. السفينة واجهت مشكلة في أنظمة التوجيه، جنحت بشكل طفيف وتوقفت حركة الملاحة في القناة لوقت وجيز. على الفور وجه الفريق أسامة ربيع بدفع بأطراف هيئة قناة السويس القاطرات البحرية. بدأنا في عملية الشد وتم تعويم السفينة. مجرى الملاحي مفتوح حاليا، وده سبب فني بيحصل يمكن في كل القنوات الملاحية وفي أي سفينة تعبر أي قناة ملاحية معرضة أن يكون فيها أي مشكلة فنية أو تواجه أي عطل ميكانيكي أو هندسي أو فني على متن السفينة. تحديدا كان في مشكلة في أنظمة التوجيه الخاصة بالسفينة دي، وده اللي أدى لانحرافها عن المسار الطبيعي داخل قناة السويس. عملنا مع الموقف على الفور، دفعنا بالأطراف وتم تعويم السفينة واستعادة حركة الملاحة لطبعها. نجاح عملية تعويم ناقلة أفينيتي جاء ليبرز تطور كفاءة ومعدات هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي وأيضا جميع مرافقها، ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. شريان حياة مصر والعالم في صدارة المشهد من جديد مع نجاح قناة السويس ورجالها في تعويم ناقلة وقود جنحت في المجرى الملاحي للقناة نتيجة عطل فني أصاب دفتها. وقت قياسي مضى ما بين عملية الجنوح والتعويم كان شاهدا على عبقرية أبناء هذا الوطن والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي وجهت فور نجاح جهود تعويم السفينة إيفر جيفن قبل أكثر من عام بضرورة تطوير هيئة قناة السويس وتوفير كافة المعدات اللازمة لرفع كفاءتها ودعم قدراتها مهما تكلف الأمر. وعلى الفور بدأت عجلة التطوير على قدم وساق، وكانت البداية مع القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس لاستيعاب أجيال جديدة من السفن، هذا بالإضافة إلى جهود تطوير أسطول الهيئة البحرية وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد. واستمر العمل على تطوير المجرى الملاحي وفقا للتوجيهات الرئاسية للحفاظ على ريادة القناة باعتبارها أسرع الطرق الملاحية وأقصرها وأكثرها أماناً. وبالفعل نجحت قناة السويس في أول اختبار لها بعد تعويم السفينة التي جنحت في مجرها باحترافية شديدة وخبرات تراكمت على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما أعاد للأذهان ملحمة النجاح في تعويم السفينة إيفر جيفن في مارس من العام الماضي في زمن قدره 6 أيام فقط في مشهد توقف أمامه العالم طويلة، ورسالة أن مصر قادرة دوما على صنع المعجزات بسواعد أبنائها.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأنباء التي تداولت بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، ومشددة على أنه يجري حاليا العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 من أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر 2022. وصل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، وذلك برئاسة مدير الوكالة رافائيل جروسي، محاطا بعدد من الجنود الروس لتفتيش على المحطة النووية ورصد الأخطار التي تتعرض لها. وكان جروسي أكد في وقت سابق الإبقاء على زيارة فريق للمحطة رغم استمرار الغارات على المنطقة. اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بقصف مدينة إنرجودار حيث تقع محطة زابوريتشيا النووية. وقال رئيس بلدية المدينة ديمترو أورلوف إن القوات الروسية تستهدف المدينة بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ. وفي المقابل قالت السلطات الروسية إنها صدت محاولة إنزال لقوات أوكرانية في إنرجودار، وأشارت إلى أن الطائرات الروسية تقصف المجموعة المهاجمة. مشاهدينا، نعود مرة أخرى إلى خبر انتظام حركة الملاحة بقناة السويس، ونتابع معكم للمزيد من التفاصيل. ينضم إلينا من الإسماعيلية مراسل إكسترا نيوز زميلنا إبراهيم عزت. إليك إبراهيم. شكرا جزيلا لك هشام. إذن الوضع يعود إلى صورته الطبيعية تماما. قبل قليل كان هناك عدد من السفن التي يعني أبحرت في هذا المكان، ونحن في إحدى نقاط قناة السويس تحديدا في محافظة الإسماعيلية نتحدث في صبيحة اليوم ربما التي شهد بالأمس حدث يعني قد أثر على الحركة، ولكن في بضعة ساعات معدودة وسرعة ما تعاملت هيئة قناة السويس لتعود القناة للعمل بالصورة الطبيعية. بنتحدث زميلي هشام عن 57 سفينة قد مروا من صباح اليوم، ومن المنتظر بعد قليل وطبقا للاتجاهين المتواجدين هنا في قناة السويس قافلتي الشمال والجنوب، من المنتظر أن يمر عدد آخر من السفن في هذا
هذا يعني المجرى الملاحي الجديد. بنتحدث أيضا عن تصريحات يعني باتت مطمئنة للجميع في حركة الملاحة العالمية، تحديدا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي كان قد أعلن عن اتخاذ كل الإجراءات واتخاذ كل الجاهزية التي باتت قناة السويس هي يعني مهيئة بها للتعامل مع أي حدث ربما قد يطرأ وأي حدث قد يؤثر على حركة الملاحة. بنتكلم عن 57 سفينة هكذا كما ذكرت، وإن تحدثنا عن الحمولة الخاصة بهذه السفينة بتقدر ب 3.4 مليون طن، هذه هي حمولة السفن التي مرت من هذا المكان. الفريق أسامة ربيع أيضا كان هناك تصريحات ربما عن يعني امتلاك الهيئة كافة الخبرات لإنقاذ الأزمة والقدرات التي تتعامل بها ربما فور تعرض أي سفن. ولكن جدير بالذكر ما حدث بالأمس وتحديدا بحلول 7:15 يعني مساء، وإحدى السفن التي كانت تمر هي آتية من البرتغال ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية بسبب عطل فني مفاجئ في دفة هذه السفينة، يعني أخلت بها القدرة أنها تأخذ الاتجاه الصحيح ما نتج عن يعني جنح هذه السفينة. وفور يعني متابعة هيئة قناة السويس لهذا الموضوع كان هناك تشكيل للجنة أزمة ليمر هذا الموضوع وللتعامل مع هذا الموضوع، وبالفعل تم التعامل وتم يعني المد هذه السفينة بخمس قاطرات كبرى، ومن بين هذه القاطرات بنتحدث عن قاطرة يعني عزة عزلي، وهذه القاطرة التي تعد أحد أهم القاطرات الكبرى هنا في هيئة قناة السويس التي تساعد على حركة السفن في حال جنحها من الحين والآخر. بصورة عامة نحن نتحدث في هذه الأثناء ويعني القناة بتعمل بصورتها الطبيعية، أيضا حركة الملاحة تعود وتسير من جديد بالشكل الطبيعي المعتاد، وهذا الرقم اللي ذكرناه قبل قليل على الهواء مباشرة هو الرقم المعتاد الذي تشهده قناة السويس عشرات السفن بل مئات في بعض الأيام التي تشهد مرور هذه السفن من الحين والآخر. وأيضا هناك ربما ونحن على الهواء مباشرة هذه السفن التي يعني دعنا أن نثبت بهذه الصورة، هذه السفن التي تتابع حركة الملاحة من الحين والآخر لمتابعة السفن بصورة معتادة. ليس من الضروري أن يكون هناك شيء ما أو ليس من الضروري أن يكون هناك مشكلة أو جنح في أي من السفن، ولكن هذه السفن التي تتابع حركة الملاحة تتواجد في يعني في قناة السويس لمتابعة حركة السفن، ونحن نتحدث في ظل يعني انتظام وعودة للعمل واستئناف للعمل بالصورة الطبيعية لقناة السويس عقب الحادث أو العملية الجنح التي شهدتها بالأمس، ولكن تم التعامل بصورة طبيعية وتم التعامل بصورة سريعة في هذا الموضوع، وفقط ساعتين اثنين كانت كفيلتا لحل هذا الموضوع وعودة حركة الملاحة البحرية مرة أخرى لواحد من أهم يعني المجرات الملاحية في العالم قناة السويس. هذه هي الصورة زميلي العزيز هشام عبد التواب، ومرة أخرى أعود إليك بالكلام. شكرا جزيلا لك زميلنا إبراهيم عزة مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من الإسماعيلية لنقل الصورة كاملة من قناة السويس، شكرا جزيلا لك. أعلن ممثل إدارة منطقة زابوريتشيا فلاديمير روغوف عن توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة للمحطة النووية بعد قصف من جانب القوات الأوكرانية. أضاف أنه تم إلحاق ضرر بخط الطاقة الاحتياطية للمحطة بقدرة 330 كيلو واط. كانت سلطات المنطقة قد أعلنت أن محطة زابوريتشيا النووية تعمل فيها حاليا وحدتا الطاقة الخامسة والسادسة بساعات 60% و80% على التوالي.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تبذل كل جهدها لضمان تشغيل محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان، ولكي يتمكن المفتشون الزائرون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إكمال مهامهم. وقد كانت استولت القوات الروسية في مارس على المحطة التي تعرضت لإطلاق نار متكرر في الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف هذه المنشأة. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مواصلة الحوار مع روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال اجتماعه مع سفراء فرنسا بقصر الإليزي، أكد ماكرون على ضرورة مواصلة الحديث مع الجميع، وخاصة الذين لا يتم الاتفاق معهم. مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، يزداد معها الدعم الغربي لكييف، ولا سيما الدعم العسكري. المزيد مشاهدينا في سياق العرض التالي مع الزميلة نانسي نور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد مرور 6 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت التساؤلات تزداد حول إمكانية استمرار الغرب في تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، خاصة في ظل مواجهة أوروبا لجملة من التحديات في الوقت الراهن. وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبارت صرحت بأن برلين وصلت إلى الحد الأقصى من السلاح الذي يمكن منحه إلى كييف دون الإضرار بقدرات وتسليح الجيش الألماني للدفاع عن أراضيه، مضيفة أن هناك مجالا ضئيلا لإرسال أسلحة من مخزون الجيش الألماني إلى أوكرانيا. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه شركة الدفاع الأمريكية نورثروب جرامان من قدرة مخزونات الأسلحة على خدمة قتال طويل الأجل، فيما علقت شركة نيكستر الفرنسية الدفاعية على طلب الحكومة الفرنسية بتصنيع مدافع من نوع هاوتزر قيصر بأن الشركة بحاجة لعام ونصف العام لإتمام المهمة. ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، قامت الدول الغربية بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، وقدمت الولايات المتحدة التي تعد أكبر مانح لأوكرانيا مساعدات أمنية تقدر بنحو 13 مليار دولار. أما بريطانيا التي تعد ثاني أكبر مانح، فقد بلغ الدعم العسكري الذي قدمته لكييف حتى الآن نحو 2.3 مليار جنيه استرليني. من جانبه، وافق الاتحاد الأوروبي على مد أوكرانيا بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو. وقد شملت أبرز المساعدات الغربية راجمة الصواريخ هيمارس وأنظمة ستينجر الدفاع الجوي وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، إلى جانب معدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ومع استمرار الأزمة الأوكرانية، تظهر تساؤلات حول مدى استمرار الدعم الغربي لكييف في ظل مواجهة القارة الأوروبية تحديات مثل ارتفاع مستويات التضخم وأسعار المواد الغذائية، إلى جانب أزمة الطاقة مع دخول فصل الشتاء. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن مدى استعداد الغرب للاستمرار في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا بعد مرور 6 أشهر من الأزمة. شكرا على طيب المتابعة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت القيام باستفزاز كبير لعرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوريتشيا. أشارت إلى أن قوات الحرس الوطني الروسية القائمة على حراسة منطقة المحطة النووية تمكنت من اكتشاف مجموعات التخريب وتحييدها في منطقة الإنزال. أشارت الوزارة إلى أنه تم إحباط محاولة أخرى لإنزال قوات أوكرانية للاستيلاء على محطة الطاقة النووية، كما جرت محاولة ثالثة لإنزال قوة هجومية تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من المحطة. ندد الكرملين بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق تسهيل منح التأشيرات لعام 2007 مع روسيا، محذرا من اتخاذ تدابير مضادة محتملة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذا الأمر سيء للروس، إذ سيكون الحصول على تأشيرات أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول، منوها بأن هذا سيجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للأوروبيين أيضا. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يمكن لروسيا أن تخسر في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي خطاب قال لوكاشينكو إن العديد من بيلاروس يؤيدون روسيا في هذا المجال، ومعتبرا أنه لو لم تنطلق العملية العسكرية الروسية لتعرضت بيلاروسيا لضربة صاروخية. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أضرت بالاقتصاد العالمي. استخدام الطاقة الهوائية من البحار هي أقل بتسعة أضعاف من الغاز، وذلك بسبب العمل الذي قام به بوتين في أوكرانيا. ونعرف أيضا أن طاقة الرياح هي الطاقة الهوائية هي طاقة نظيفة ومتجددة، ونعمل قبل الإمكان على الحفاظ على فواتير الطاقة منخفضة، لأنه لولا ذلك لكنا خدنا أزمة إضافية. ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اعتداء انتحاري على الاقتصاد العالمي، ولا يهم كم يعاني الشعب الروسي بسبب عمليته، وهو يؤمن أنه في النهاية سيرضخ القادة الغربيون أمامه وبأنه سيفوز، ويفتكر أن أوكرانيا ستنصاع لآرائه وسيعمل مجددا على تصدير المنتجات الهيدروكربونية. أضاف جونسون أن لندن ستعمل على توليد الكهرباء من الرياح مع السعي لبناء 8 محطات نووية في بريطانيا. سنعمل على بناء 8 محطات نووية عبر الأراضي البريطانية. نعم، لن تلبي احتياجاتنا كلها. نحن نعمل الآن على محاولة قدر الإمكان زيادة احتياطاتنا من الهيدروكربونات من البحر الأسود، وكما تعلمون أيضا نركز كثيرا على تطوير طاقة الهيدروجين والتقاط الكربون. وبسبب نشاط الحكومة سنعمل قدر الإمكان على التوصل إلى تصنيع 50 جيجاوات من الطاقة الهوائية بحلول نهاية العام. إذا نحن سنحاول قدر الإمكان توليد الكهرباء من الرياح العاتية التي تأتي في البحار، وسنعمل أيضا على تخفيض انبعاثات الكربون. ونعرف الآن أن الطاقة الهوائية هي أرخص أنواع الطاقة في هذه البلاد، ونعرف أنها أرخص بتسعة أضعاف من استخدام الغاز. قال وزير المالية البريطاني ناظم الزهوي إنه يشعر بقلق عميق من أن بعض البريطانيين قد يتجمدون هذا الشتاء إذا لم يتمكنوا من دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. اعترف الزهوي بأن حزمة الدعم الحالية لمساعدة الناس على التكيف ليست كافية، مشيرا إلى أن المزيد من المساعدات قادمة عندما يتسلم خليفة بوريس جونسون منصبه الأسبوع المقبل. وشدد الزهاوي على أنه لا ينبغي قطع التيار عن أي شخص هذا الشتاء لا يستطيع تحمل فاتورة الطاقة، مشيرا إلى أنه ومسؤولي الوزارة يقومون بصياغة خيارات جديدة لدعم فاتورة الطاقة. قالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي إن 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باتت بدون إمدادات الغاز الروسي. أوضحت أن قطع إمدادات الغاز الروسي عن الدول 13 إما جزئي وإما كلي، وأشارت إلى أن مخاطر تعطل الإمدادات قوية للغاية وتزداد قوة.
كانت مؤسسة الإحصاءات ريستاد أنرجي قد أعلنت في وقت سابق أن متوسط التكلفة الشهرية للكهرباء في أوروبا في أغسطس 2022 أصبح الأعلى على الإطلاق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز. حققت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي ثاني زيادة شهرية على التوالي بعد أن ارتفعت بنحو 1% بنهاية أغسطس الماضي، وذلك بدعم من درجات الحرارة الأعلى من معدلاتها المعتادة التي عززت الطلب لتبريد الهواء، ومع بقاء أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة. وأنهت العقود الأمريكية الشهر على مكاسب حوالي 9% بعد قفزة بلغت أكثر من 51% في يوليو الماضي. توقعت لجنة أوبك بلس تسجيل عجز في سوق النفط خلال عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لوكالة رويترز. تتوقع أوبك بلس اتساع العجز إلى 1,800,000 برميل يوميا في الربع الأخير من العام المقبل، كما أشارت إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط 5 سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023. هذا وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم نتيجة زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما تجاوز 1.5% لتصل إلى 93 دولارا و97 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بما يقارب 2% عند مستوى 87 دولارا و96 سنتا للبرميل. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده صدرت أكثر من 1.5 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية. توجه زيلينسكي بالشكر لجميع عمال الزراعة الأوكرانيين وعمال الموانئ والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين والذين عادوا إلى كييف، ووصفهم بأنهم الضامن الحقيقي للأمن الغذائي في البلدان الإفريقية. قررت فرنسا رفع نسبة خصمها على الوقود مساء أمس الأربعاء لتخفف ارتفاع الأسعار في محطات البنزين، وبدلا من 18 سنتا للتر الواحد سيتم رفع نسبة خصم الوقود للبنزين والديزل إلى 30 سنتا لكل لتر في سبتمبر وأكتوبر في البر الرئيسي. وفي كورسيكا وبعض أقاليم وراء البحار الأخرى يتم تطبيق خصم أصغر وفقا لوزارة الاقتصاد الفرنسية، ويعد هذا جزءا من حزمة من التدابير لتعزيز القوى الشرائية بين الشعب الفرنسي. توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3% في الربع الرابع من هذا العام، منخفضة عن توقعات سابقة على أن تستقر الأسعار خلال عام 2023. ذكر البنك أن الصعوبة المتزايدة في توفير المنازل في الولايات المتحدة ستسهم في خفض المبيعات حتى نهاية العام، مما قد يؤدي إلى إبطاء نمو الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. كما توقع أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 12% عن المستويات المسجلة في يوليو. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع. وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي بقيمة 1.5%، حيث انخفضت جميع القطاعات خلال التداول، وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بمعدلات الفائدة من بين أكبر الخاسرين، كما هبطت أسهم قطاع التعدين 1.8%،
بعد هبوط أسعار المعادن. تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس وسط توقعات بمواصلة الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى رفع الفائدة لمواجهة التضخم. تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بما يقارب 1% لتصل إلى 1711 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب أكثر من 0.5% عند مستوى 1699 دولار للأوقية. شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلاد وضمان سلامة المواطنين والعمل على عدم تكرار أحداث العنف الأخيرة. وخلال لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بقصر السلام ببغداد، استعرض صالح التطورات الأمنية التي شهدها العراق، مشيرا إلى أن الأحداث التي جرت هي مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف. وأكد الرئيس العراقي أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني. رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رحب بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لها لدى الخرطوم، وذلك بعد انقطاع استمر لخمسة وعشرين عام. أكد برهان على أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وتمنى أن يمثل السفير الأمريكي الجديد قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين. أعلن الجيش الصيني مواصلته إجراء مناورات عسكرية بحرية. أضاف الجيش الصيني أن المناورات بذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا. شهدت تايوان عددا قياسيا من الطلعات الجوية العسكرية الصينية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث عبرت 446 طائرة صينية معظمها طائرات مقاتلة إلى أجواء تايوان في الشهر الماضي، لتصبح هذه النسبة أعلى من معدل 380 طلعة جوية صينية نفذت طوال عام 2020 بأكمله. هذا وحذرت تايوان من أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الصين. وقالت تايبي إن جيشها سيمارس الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء، ذلك تعليقا على الطائرات والسفن التي دخلت مجالها البحري والجوي. ويأتي التحذير بعد يوم من إطلاق الجيش التايواني طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية من دون طيار لأول مرة بعد ساعات من إعلان تايوان أنها قد تتخذ إجراءات مضادة قوية إذا لزم الأمر. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في النمسا أن 7 مرشحين فقط لانتخابات الرئاسة المقرر إقامتها في 9 أكتوبر المقبل تمكنوا من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض الانتخابات. وفي بيان أفادت اللجنة بأنه يوجد مرشح واحد مستقل والباقون ينتمون إلى هيئات وأحزاب، ومنهم الرئيس الحالي ألكسندر فار دير بيلن، وموضحا أن جميع المرشحين لم يسبق لهم الترشح للانتخابات.
بدأت الشرطة الصربية العاملة في نقطة تفتيش يارينا على الخط الإداري لكوسوفو بالسماح للمواطنين بالدخول إلى وسط صربيا على أساس الوثائق الصادرة عن كوسوفو. وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال في وقت سابق إن القيادة الصربية مستعدة لقبول مطالب سلطات ألبان كوسوفو في بريتشينا بشأن وثائق الدخول المنطقة بشروط معينة، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي كحل وسط. انطلقت في روسيا مناورات فوستوك 2022 والتي تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري في شرقي روسيا ومياه بحري اليابان وأوخوتسك بمشاركة 50,000 عسكري من 14 دولة بينها الصين والهند. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات تحمل طابعاً دفاعياً بحتاً وليست موجهة ضد أي دولة أو تحالفات عسكرية. ونتابع معكم في أخبار رياضة. فاز منتخب ناشئي كرة اليد على نظيره الرواندي بنتيجة 44 هدفا مقابل 30 في إطار ثاني مواجهته ببطولة أفريقيا في نسختها 18 والتي تستضيفها رواندا حتى 7 سبتمبر الجاري. وبهذا الفوز ضمن المنتخب التأهل لبطولة العالم في كرواتيا، كما تأهل المنتخب إلى نصف نهائي البطولة. بدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المغربي غدا في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العرب والتي تستضيفها الجزائر. انعقد الاجتماع التنسيقي لمباريات الدور الربع النهائي للبطولة، حيث تم التأكيد على اللجوء لركلات الترجيح في المباريات المقبلة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، مع إلغاء حالة الإنذار الواحد التي تم تسجيلها في مباريات الدور الأول للبطولة لجميع المنتخبات. فاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. وافتتح نيوكاسل يونايتد التسجيل عن طريق ألكسندر آيزاك في الدقيقة 38، وتعادل فيرمينو لليفربول في الدقيقة 61، فيما خطف فابيو الفوز للريدز في الدقيقة 96. وبهذه النتيجة يحصد ليفربول الفوز الثاني هذا الموسم ويصل للنقطة 8 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع نيوكاسل في المركز 11 برصيد 6 نقاط. وصل فريق أرسنال عروضه القوية محققا انتصارا مهما على ضيف أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي. بهذا الانتصار وصل الأرسنال تصدر جدول البطولة برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير. حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه تونغهام فورست ب6 أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي. وسجل سداسية السيتي كل من المهاجم النرويجي بواقع 3 أهداف وجوليان الفريز بواقع 2 وكانسيلو ليرتفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد تونغهام فورست عند 4 نقاط في المركز 14. وصلنا لختام النشرة، وهذه التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستعرض مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. قناة السويس تؤكد انتظام العبور بالمجرى الملاحي بعد النجاح في التعامل باحترافية مع حادث جنوح ناقلة وقود.
فريق الأمم المتحدة يصل محطة زابوريتشيا النووية رغم القصف وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم دعاء جد الحق وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.